اهلا وسهلا ومرحبا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير احوالكم اموركم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. مهم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديكم لواحد المجازة فين غتقدري توفري فلوسك ومع غلاء المعيشة اللي ولات كيشهدها العالم كله. هاد المجازة ديما فيها البرومو، وغادا تعمري ليا الكاريلو وتشارجيه اختي كيف بغيتي. المهم، هاد المجازة كنلقاو فيها مواد غذائية ايطالية، واكثريه هذاك المواد تاع الكوتي كنتقداها من تما حتى الدراري عزيزه عليهم مولفين داكشي الماكله تاع الطليان. وكنلقاها صراحه في هاد المجازة، وفيها لي غيو تاع هما حلال، لي غيو تاع العرب. المهم، خليكم مع الفيديو. هذه هي المجازة مارشي فري. مهم ما تكونفونديوش، راه كاين مارشي فري والغون فري، هذه مارشي فري. مهم، على بركة الله نبداو. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا كي كنشوفو كاين لي تشامبيلي،
0,99. المهم هانتوما كتشوفوا لي ميريندين اللي كاينين غير بأورو ان اورو. هذه تشامبيلي معمره بهذا فروت دي بوسكو لي كوكيس 0,99. هذه النوفليني تاع يعز على الدراري 1,29. هنا لي كولومبا هذه تاع الشوكولات هي اللي دايره 3,89 والاخرين هما اللي دايرين 2,99. طاليان اختي طاليان الكولومبا تاع طاليان. المهم هادو كاينين لي كورنيتي تاع مولينو بيانكو هادو انتيغرال تيكون كل مره واش منو تيجيبو تيكون لك الفوم معمرين بالشوكولات نوتيلا هذا الكريمه هادو كان لي غوتشولي راك شو 0,79 في طاليان ما غتلقاش هذا هو الثمن ديالهم بصراحه. المهم ها رينغو دايت 0,59. كاين هاد بالكوني. المهم هاد شنو كلهم راه مواد ايطاليا وعزيزة على الدراري. هانتوما كيما كتشوفو زعما الاسمنة في المتناول اسمنة مزيانة. هذا تاع بسكويت بسيريال 0,69. رينغو هذا اوريو هاكا كتشوفوا الثمن ماشي حتى الثمن ديالو 1,19 الثمن في المتناول مزيان. هاد باندي ستيل حتى هو راه ماشي الثمن ديالو هذا. المهم راه كتشوفوا كلشي السلعه اللي حاطين راه كيكون كلشي عنده في برومو. هاد في الطاليان هنا راه ناقصين لي اكثر من 50%. وهاد شوكو اورو راه ماشي الثمن ديالو في الطاليان هاك هنا راه رخيص بزاف 0,99. زعما راه سلعه الطاليان وفي الطاليان كتلقاها بثمن غالي. هانت الجريسيني تي كلشي بأورو. اثمنة زعما في المتناول المواد كلهم هاد شويه كنوريكم راه كلهم كيحاطينهم في البرومو دايرين ليهم برومو. هاد ميلكا هانت 1,29. هادي بأوريو ميلكا بأوريو 1,39. زعما داكشي تلقوتي وداكشي رخيص عندهم. هادي تاع الفاني اللي قلت لكم نفس الثمن كيف كيف. الكونفيسيوني راه فيه 4. المهم هاتو ما كتشوفوا كاين الكريكر سوا عزيز على الدراري. المهم هادي هاد لا مارك بالوكو راه ماشي الثمن ديالها في طالين هاك في طالين راها غاليه وسلعتهم هنا وكاينه رخيصه 0,09. وهاد نوفليني حتى هي راها رخيصه الكريكر بالروزماري 59. زعما الاسمنة مزيانة. كيف كتشوفو هانتوما اللوز 600 غرام 4,99. ودابا غادي نمشيو للصلصات. هادو كتشوفو لاماكس تشيريو دايره 89 سنتيم.
هذه 59، هذه الباساتا دي بومودورو 99، تاع الكوب زعما صنع تاع الكوب، ها الاوريجين ديالها طاليان. هذه بالبازيليكو 89، لا مارك تاع الكوب. ها هي كاين حتى البيزي لي جلبانه تاع تشيريو، لا مارك تشيريو، راه ماركه مزيانه 69 سنتيم. هادي اختي تاع بوليا، ها بوليا تا هي، تا هي 49 سنتيم. هنا كاين هاد سان بيليغرينو 36، 1,99 €. هادي وازيس 1,89 €. المهم هذا عندنا خبز تاع الطاكوس، ها انت كتشوفوا الثمن 18 حبة 2,99 €، 18 حبة فيها. المهم هاد الكريعة هادي، المهم كنقول لكم اسماء الاشياء اللي فيها البرومو، واكثرية فيهم لي برومو عندهم في هاد المحل هذا، تشها بها غير شي قصعية تاع الطعام. المهم ها انتو كتشوفوا لي ميلي جولدن دايرة 99، هادي دايرة هاد لانو مارك دايرة 1,39 €. هاتوما كيما كتشوفو هاد لي صالات، كتنزل فيها داك الفابور، كتبقى سلعة دايرة محافظة طرية. ونهار لي جيت صورت هنا كان صاد صاد صاد، ومكرهتش نخشي راسي تما كاينات تريم فريسكا. شوفو شوفو لا ديكور شحال زوين. المهم هاتوما كتشوفو البصلة جورو 50 5 كيلو. ايوا نمشيو دابا بلاصه الفرماج، هانتوما كيما كتشوفوا هاد فرماج بغي ادير ليه 0,79 €. ها كل هذا خلاص ديري 59 سنتيم. هذا داك تاع اللي كيدير في الغاكلي وفيه النافع زوين زوين، كدا كتاكي ديرو فوق البطاطا. هانتو هذا كيلو داير 4,92 €. المهم هانتوما كيما كتشوفو الفرماج في أثمنة مناسبة، غودا إيمينتال 99 €، أثمنة زعما مزيانة. غرام بادانو توا 99 كان 1 € او ليو دو 1,29 €. تالياتيل ديري ليهم 1,50 €. كاين ترابيولي ديري لي 1,50 €. المهم شو بلا صغيو حلال. المهم راه خديت لكم غير مقتطفات وصافي. هاد الباركي تاع الكويس تنظن 5 كيلو. المهم الكيلو داير 3 €، 3,49 €. راه فيه 4 كيلو 300 غرام. باغ كونطخ هذا داير 14 € 5 كيلو، 14 € 5 كيلو. انتم الاثمنه زعما مزيانه مناسبه.
نديكم شويه الغيون تاع الحوت. المهم خليكم مع الغيون تاع الحوت، ثم شوفوا الاسمنه. المهم الفيديو ديالي غيكمل هنا معاكم. الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، ولا اول مره كتشاهدوا الفيديو تابونوا عندي في القناه، وخليكم في جوله معايا في المدينه. Thank you.